وللحديث أكثر عن تزايد الفساد الحكومي في العراق وأثره على المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا وحياكم الله. لجنة النزاهة البرلمانية تقول إن أكثر المسؤولين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا ليس أمرا جديدا كما تعرفون، لكن أين الجهات الرقابية وأين وعود الكاظم من محاربة الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الفساد هو سمة هذا العراق المحتل منذ عام 2003 على مدى تعاقب السلطات ومجيء هذا الشخص أو ذاك على سدة السلطة في نظام المنطقة الخضراء، فإن الفساد كما قلنا هو سمة هذا النظام. هذا النظام أسس أو أسسه الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق على أسس الإرهاب والفساد والخراب والتدمير الشامل للعراق، وبالتالي فإن مجيء مصطفى الكاظمي أو غيره ومجيء هذا الحزب أو سواه لن يؤدي إلى تغيير حقيقي في أوضاع العراقيين وأوضاع العراق بشكل عام، لأن هذا هو المطلوب. هذا النظام الفاسد الإرهابي الإجرامي الذي دمر كل شيء في العراق، الطائفي العنصري، هو ما يسم أو كل المرحلة منذ عام 2003 وحتى الآن. وبالتالي لا يستطيع مصطفى الكاظمي أو غيره، حتى إن كان الكاظمي راغبا بذلك، فإنه لن يستطيع، لأن هذه هي مقومات هذا النظام الإجرامي. ولو توفرت لديه الإرادة ولن تتوفر لديه القدرة على محاربة هذا الشخص أو غيره، الكاظمي أو غيره، لن تتوفر لديه لدى المعني القدرة على فعل شيء، لأن النظام الميليشياوي لا يسمح له بذلك. وبالتالي فهذه التشكيلات والقوانين والهيئات، هناك الآن في كل مؤسسة مفتش عام، وهناك هيئة نزاهة نيابية، وهناك لجنة نزاهة وهيئة نزاهة وإلى آخره من التسميات، كلها لن تؤدي شيئا، لأنها جزء من النظام المؤسساتي للفساد. الفساد في العراق هو نظام مؤسساتي وليس ذا طابع أشخاص فردي أو حزبي أو مرحلي، وإنما هو نظام مؤسساتي تتسم به كل المرحلة منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن. نعم، حتى أن العراق يستخدم لتهريب الأموال، كما قالت وكالة بلومبرج في تقريرها أن أموال النفط العراقي تهرب عبر مصارف أوروبية وأخرى لبنانية لصالح جهات ربما لا أحد يعرفها. ولكن لماذا تهرب أموال العراق في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية طاحنة؟ الجميع يعلم أن على سبيل المثال وليس الحصر، فإن هناك منفذ مزاد العملة في العراق، وهذا هو المنفذ أو أحد المنافذ الكبيرة لتهريب الأموال العراقية، وتشترك بها بهذا المزاد تشترك أحزاب السلطة التابعة لإيران بالدرجة الأولى، سواء كانت منها العراقية أو اللبنانية، وفي مرات وجدنا أيضا مصارف إيرانية تشترك في هذا المزاد، كلها تؤدي نفس الغرض وهو تمويل الإرهاب الذي تصدره إيران إلى العراق وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى اليمن وإلى أقطار الخليج وإلى كل العالم. هذا المشروع الفارسي يحتاج العنصري الإرهابي الطائفي التوسعي الذي يستهدف أمتنا كلها، يحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل الآن لا يأتي إلا من العراق، العراق الذي كان سدا وسندا لأمته، وتحقق قبل 32 عاما نصره على المشروع الإيراني الخميني، أصبح الآن هو بوابة هذا المشروع إلى العالم وبوابة تصدير الفوضى والإرهاب القادم من إيران عبر مشروع ولاية الفقيه الإجرامي وعبر المشروع الفارسي الحقيقة، وليس ولاية الفقيه فقط. ولذلك فإن المصارف اللبنانية أو مصارف أخرى إنما تكون
وسائل لتمويل هذا المشروع، والمال العراقي كما قلنا هو الوحيد المهيئ الآن لتمويل هذا نعم، مبهر ولكن يأتي الوقت كل العام. ذلك على حساب المواطن العراقي أستاذ مصطفى، كما تعلم، وكما قالت صحيفة وول ستريت جورنال التي تحدثت حول دخل الفرد السنوي الذي انخفض إلى حد كبير، وتكلمت عن نسب الفقر التي تزداد يوما بعد آخر. هل ثمة علاقة بين الفساد والفقر في ظل ما تفضلت به؟ لا شك هناك علاقة وطيدة، يعني شاهدناها طيلة السنوات ال17 الماضية، وكل الأرقام التي تصدر بما فيها أرقام المؤسسات التابعة لنظام المنطقة الخضراء كلها تؤكد هذه الحقائق. بل أنني طلعت على الإحاطة ما قبل الأخيرة التي أدلت بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلاسكارت إلى مجلس الأمن في شهر أيار الماضي، قالت أن العراق ستصل حدود الفقر فيه إلى نحو 40% وليس إلى 32 فقط كما هو معلن الآن، وهناك ازدياد كبير في البطالة. طبعا العالم كله لا شك أنه تأثر بجائحة كورونا، والدول النفطية تأثرت بانخفاض أسعار النفط، ولكن العراق المأساة فيه تتفاقم بسبب سوء الإدارة وبسبب الفساد وبسبب المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية التي تتوزع على كل المراحل في السنوات ال17 الماضية، ولذلك كل هذا الخراب والفشل والفساد والإرهاب والإجرام والسرقات كلها فاقمت من الأوضاع في العراق. ولذلك يعني مسألة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط باتت صارخة جدا في العراق، في حين أنها كانت أقل تأثيرا بكثير على دول أخرى، يعني حتى وإن كانت تلك الدول أيضا دول ريعية قائمة على مواردها قائمة على بيع النفط، ولكن هي لا يعني ينتظمها الفساد كما يجري في العراق، ولذلك زادت هذه النسب أو المعدلات العالية أصلا زادت وتفاقمت للفقر وللبطالة ولكثير من الأمراض الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع التعليمي وعلى الواقع الصحي، كل ذلك بسبب كما قلنا هذا الفساد المؤسساتي في العراق. وهناك دورة فساد كاملة، يعني هناك مال يستولى عليه بشكل يعني غير صحيح وغير سليم، نعم، يمول أحزابا ويمول ما انتخاباتا علاقة ذلك كله بالمحاصصة الطائفية؟ ومحاصصة طائفية وعرقية وحزبية، وبالتالي هذه دورة الفساد مستمرة منذ عام 2003. وكما قلنا كل هذه الإجراءات التي تجري يعني تمارس هنا أو هناك لا أقول إنها ترقيعية، ولكن أقول هي جزء من ديكور الذي تبدو أو يحاول النظام في بغداد إظهار نفسه وكأنه يحاسب ويعني ملتزم بمعايير الشفافية والنزاهة، ولكن هناك إشكال هنا أو هناك وفي هذه المؤسسة وفي هذا لدى هذا الموظف الصغير أو ذاك، بينما هو في الحقيقة كما قلنا نظام مؤسساتي أوجده الاحتلال الأمريكي بالمناسبة، يعني أول الفاسدين هو النظام الذي أسسه بول بريمر نعم، الإرهابي في العراق، ووزراء بريمر كانوا على مستوى عالي من الفساد وهم عراقيون يعني يحملون الجنسية العراقية وإن كانوا من عملاء ما يسمى بالمعارضة العراقية، شكرا. ولكنهم ليسوا أمريكان وإنما جاء بهم الأمريكان، فالأمريكان هم الذين أسسوا لمشروع الخراب ومشروع شكرا الفساد، لك. نعم وبريمر نفسه متهم باختلاسات كبيرة نعم وسرقات كبيرة، وبالتالي ولا تزال هذه الآليات مستمرة حتى الآن. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.